تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز، حيث يستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث والعالم القديم، ويناقش سير ملوك مصر القديمة في إطار درامي مشوق. كما تقدم المتحدة مشروعا جديدا هذا العام هو استكشات غنائية بعنوان الربابة مصري، حيث تقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكلوري على الربابة. مش عايز ترجع للعالم القديم تاني؟ لازم ترجع تاني يا يحيى. نقطة القوة اللي عندك مع قوتي كنز. اثبت يا حراس، يا نهار اسود امسكوهم. كنوز